مرحبا، أنا طارق الجندي من اعزف.com. اليوم رح نتعلم مقطوعة من الموروث الموسيقي الأردني بعنوان وين عرم الله. نطلع على النوت اللي موجودة عندنا. في عندي دليل المقام سي بيمول مينوس بيمول، وكمان في عندي دليل الزمن اللي هو 2/4. من دليل المقام نعرف إنه هذا بيات ري. نحاول نقرأ المقطوعة نغميا وإيقاعيا. فعندي أول مزورة فا ري مي دو ري ري، بعدين فا ري مي دو ري مي فا سول سول فا سول مي فا ري مي دو ري ري. هاي هي الجملة الأولى. إيقاعيا هي كالتالي: تتي تتي تا تا تتي 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 تا تا. بدي أحاول أربطها نغميا وإيقاعيا مع بعض، فبتصير بهذا الشكل: فا ري مي دو ري ري فا ري مي دو ري مي فا سول سول فا سول مي فا ري مي دو ري ري. نعزف زي ما الريش اللي مكتوبة عندي هون بدها تكون بهذا الشكل. نطلع على اللحن الثاني اللي موجود عندي، نحاول نقرأ النوت تبعه: سول 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 فا مي سول 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 فا مي ري سول فا سول مي فا ري مي دو ري ري. إيقاعيا: تا تتي تا 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 تتي تتي تا تتي 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 تا تا. نحاول هلا نربط النغم مع الإيقاع، بدها تكون بهذا الشكل: سول 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 فا مي سول 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 فا مي ري سول فا سول مي فا ري مي دو ري ري. نحاول نعزفها من عند مزور رقم 8. 1 2. صارت المقطوعة من أولها بهذا الشكل.